المدرس عارف نقاط التي تأتي منها الأسئلة فيلخصها له في نقاط فيحفظها فيأتي بمية في المية. هذه في امتحانات الدنيا، وإنما نحن نتعلمها لنعيش بها ولننشرها، نتعلمها لنطبقها. يعني هي الهدف مش أجاوب، الهدف أن أعيش به، أن أحياه، أن أنشره، أن أدعو إلى الله عز وجل به. لكن نقول استعد، فليس الاستعداد فحسب في مطالعة كتاب أو حضور مجلس علم، وإنما الاستعداد يكون أولا بالعلم ثانيا بالعمل. فتنة القبر هي المقصود بها سؤال الملكين، والمقصود بها ضغطة القبر، والمقصود بها أيضا نعيم القبر أو عذاب القبر، ولعلنا تكلمنا عنه بإسهاب في المرة الماضية. نأتي بعد ذلك إلى اليوم الآخر بشموليته، وهي على يعني اليوم الآخر للعام للكل، له علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى. طبعا إيه الفرق بين علامات الساعة الصغرى والكبرى؟ العلامات الصغرى هي بمثابة توطئة، بمثابة إنذار، يعني كمجرد دق جرس. أما العلامات الكبرى فهي معناها أن القيامة على خلاص اقتربت الساعة وانشق القمر، لذلك حتى انشقاق القمر علامة من علامات الساعة، لكن علامة صغرى. أقول خروج النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، سبحان الله. لكن علامات الكبرى 10 علامات مع اختلاف في الترتيب واختلاف في بعض التفاصيل. إذا ظهر منها علامة يعني بمجرد ظهور الدجال خلاص لا، العلامات تباعا تباعا تباعا، كعقد إذا انفرطت منه حبة انفرطت جميع الحبات. فنقول الفرق بين الصغرى والكبرى أن الصغرى، شيخ أحمد، العلامة الصغرى تقريب اليوم القيامة، الصغرى بمثابة إنذار أو إرهاص، الكبرى إعلام باقتراب أو وشك أو مجيء يوم القيامة. وأن العلامات الصغرى قد يكون في سعة من الوقت كحال علامة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من الوقت قد مضى وما زالت القيامة. لكن إذا ظهر الدجال، إذا نزل المسيح، إذا ظهر يأجوج، خلاص انتهت القصة. طيب البعث، إذا ظهرت العلامات، مثلا احنا بنقول علامات الصغرى كنقص العلم وهذا موجود، وقلة العمل وهذا موجود، وكثرة الفتن في جميع المناحي موجود. يعني فتن التلفاز يعتبر فتنة، النت يعتبر فتنة، النساء فتنة، أحيانا الشباب أو الرجال للنساء، الأولاد فتنة، لكن تكسر بمعنى إنك لا تستطيع أن تلاحق، تخرج من فتنة تدخل في فتنة. واخد بالك، إذا استطعت أن تعف نفسك من التلفاز دخلت في الدش، إذا دخلت من الدش لقيت النت، إذا خلصت من النت الشارع نفسه، الشغل، واخد بالك؟ يعني سبحان الله، يعني تأتيك الفتن حتى وانت في بيتك، يبعتوا لك مجلات تفتح المجلة تلاقي فيها، وانت قاعد على كمبيوتر مش داخل لأي موقع هم بيبعتوا لك، تحمل محاضرة يجي لك معها حاجة. هذه فتن، واخد بالك؟ فكثرتها بمعنى ألا تستطيع أن تلاحقها إلا من حفظه الله عز وجل. وانتشار الزنا، وهذا تحت مسميات، في تحت مسمى الحرية طارة، تحت مسمى السياحة طارة، تحت مسمى التجريب، نقول لابد أن الولد والبنت يتعرفان ويجربان بعضهم البعض حتى بعد ذلك إذا استقر نفسيا، وهذا كله مسميات أدت إلى انتشاره انتشارا بل فشى أحيانا، بيباهوا في عرض الفتيات وشبكات الدعارة وغيرها، وهذا يعني بقت جريمة منظمة. وكثرة القتل والهرج، الهرج بمعنى كثرة القتل. وأما العلامات، ونحن كما اتفقنا علامات من العلامات الصغرى كثرة الزلازل، نعم في علامات أكثر من 64 علامة، لكن احنا كما قلنا نأتي بمجرد فتح الباب لها، ونحن يعني نستطيع ان احنا نفتح الكتب ونقرا. من علامات الساعه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، انت ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هنخش مسائل تفصيليه وهنطلع عن الموضوع، وعشان كده انا خايف افتح خلي بالك الموضوع ده كل حاجه فيه عايز يتسال فيه، وهو شيق وعايز الواحد يعرف. على انت ايه عايزه تعرف ايه بس معناها اللي هي ايه
الأمة تلد ربتها قيل أن يكسر عقوق البنات لأمهاتهن فتصير البنت سيدة أمها فتأمرها وتنهاها وكذا. وقيل أن مقصود بها أن الإماء يعني ينكحن من طريق غير حلال فتنجبنا أولاد فهي الأم تباع، وطبعا أم الولد لا تباع في الشرع. يعني لو الإنسان عنده أمة وواطأها فأنجبت لم تعد أمة ولم تعد حر، يقال أم ولد، لها فقه، لها أحكام خاصة، فلا يجوز بيعها. فالسيد لقلة الأمانة يبيعها، فتروح في وتجري، فتطلع بعد فترة بعد 20 سنة البنتها تشتريها فتكون خادمة لها وهي أمها ولا تعلم مثلا يعني. ومنها أيضا هذه ما يحدث في الحروب، تجد مثلا في حرب من الحروب ياخدوا الأطفال يربوهم في الملاجئ ومش عارف إيه، ويروحوا في دول تانية وكذا وكذا، وبعد فترة تلاقي البنت تسافر للبلد ديت عندها حنين مثلا لهذا المكان، هي مش عارفة هي أصلها جاي منين، وسرقوهم أو باعوهم أو كذا، فتأتي فيكسر هذا. فلها تفسيرات كثيرة. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أعتقد أن هذا سهل، وهو أن تجد قليل العلم، حتى قليل العلم المادي، يعني قليل العلم الدنيوي، لا هو مثلا رجل كذا ومع ذلك معاه فلوس كتير. يعني تجد انسان مثلا ما كان لي ذكر لكن برع في الغناء مثلا، واخد بالك، ففتره يعني في سنه او سنتين او ثلاثه صار مليونير، واخد بالك، ومن من 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 او من من زي ما بيقولوا عليهم من وجهاء القوم، ويؤتى بهم في التلفاز على أنهم رموز المجتمع ونجوم المجتمع. وهذا كله يعني ولا نعيب على أن الله عز وجل يرزق الناس، وإنما نعيب على أنه هذا ليس عنده الأدوات التي ليس هو رجل أعمال، ليس هو رجل عالم في حتى العلوم الدنيوية زي كيمياء أو كذا، فأتي هذا المال من هذا العلم، وإنما أتي زي مثلا تاجر المخدرات، واخد بالك، هو رجل ربما يكون رجل بسيط جدا، لا يقرأ ولا يكتب ولا عنده شهادات ولا كذا، لكنه برع في هذه التجارة الآثمة المحرمة، فملك أموالا طائلة، فبقى عنده دكاترة بيشغلهم تحت إيده، عنده لواءات ورتب بيشغلهم تحت إيده، واخد بالك، لأنه بيعمل مشاريع أخرى. هو المخدرات دي حاجة سرية، لكن هو في الظاهر بقى رئيس مجلس إدارة أكبر شركة مثلا، فهذا تدخل فيه. نتكلم بعد ذلك على البعث. البعث هو الإحياء، البعث هو أن يحيي الله عز وجل العباد بعد موته. لكن طبعا الإيمان باليوم الآخر واجب، الإيمان بسؤال الملكين واجب، الإيمان بقيام الساعة أيضا واجب. طيب، هو هنا قبل أن ندخل البعث، هو الورق اللي احنا عاملينه فيه بعض التفاصيل. الدجال، ليه سمي الدجال بالمسيح؟ الدجال اسمه المسيح، سمي المسيح الدجال مسيحا لأنه يسيح في الأرض فلا يترك مكان إلا يدخله، وتكون هذه الفتنة فتنة عظيمة. وقيل لأن عينه ممسوح، إحدى عينيه ممسوح. وسمي الدجال لأنه من الدجل وهو الخلط، لأنه يكثر منه الكذب والتلبيس على الناس. ما حكم ده بالنسبة للدجال؟ ده الجزء اللي المفروض أنت بتحفظه وتعرفه فقط. أنا أزيدك بعض التفاصيل البسيطة عشان تبقى في الصورة، وزي ما قلنا هذا الموضوع يحتاج إلى يعني محاضرة. الدجال فتنة عظيمة تعد من أعظم الفتن التي يصيب الله عز وجل أو يبتلي بها البشر، أعظم فتنة على وجه الأرض، لأنها جمعت كل الفتن فيها. يسبقه مجاعة قد تصل إلى 3 سنوات، تمنع السماء قطرها وتمنع الأرض نباتها، ويعيش الناس في جوع، ويكون يعني كيلو الرز قد منه كيلو ده.